بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الدل على الخير، قال باب في الدل على الخير، ثم ذكر رواية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أبدع بي فأحملني. قال: لا أجد ما أحملك عليه، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في الدل على الخير. وكما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الثواب الذي يعقد لمن دل على الخير حتى لو لم يقوى على فعل ذلك الخير، وفي الحث على التعاون على البر والتقوى، وكذلك هذا حافز يتحرك من خلاله العبد إلى فعل الخيرات وكذلك إلى تيسير فعل الخيرات للآخرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحمله، قال: لا أجد ما أحملك عليه، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله. فلما أتى هذا الرجل مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك الخبر، قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قلنا يبقى هذه المسألة بيتحرك الإنسان من خلاله إن لم يقوى على فعل الخيرات، فنقول عند ذلك يدل الآخرين كيف السبيل إلى فعل ذلك الأمر، وهو ذلك الأجر، يعقد له ذلك الأجر. قلنا الإنسان ما ينبغي أبدا أن يتهاون في حسنة واحدة يستطيع أن يقوم بالتقاطها ثم يتكاسل أو يتغافل عن التقاطها. دايما كده الإنسان يعلم أنه يتاجر مع رب سبحانه وتعالى، يتاجر مع رب سبحانه وتعالى. قلنا ممكن الإنسان لم يكن معه المال الذي ينفقه في سبيل الله أو يتصدق به على الفقراء، وبالتالي نقول عليك أن تحث الآخرين على فعل ذلك الخير. يبقى تدل نقول الأغنياء على الفقراء، تدل الأغنياء على سبل إنفاق ذلك المال، ولك ذلك الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله: المراد أنه له ثوابا كما أن لفاعله ثوابا. قال: ولا يلزم أن يكون قدر الثواب سواء. يبقى يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: المراد أن له ثوابا كما أن لفعل الخير ثواب، ولا يلزم أن يكون قدر ثواب من دل على الخير يتساوى ويتماثل مع قدر الثواب الذي فعل ذلك الخير. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله. ولكن دائما دائما نحن نتعامل مع الرب المعبود سبحانه وتعالى، والله تعالى هو المتفضل على العباد بالطاعة والمتفضل أيضا على العباد بالثواب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دل على خير فله مثل أجر فاعله. يبقى فيها المساواة، فيها المساواة، فيها المماثلة. هذا فضل رب سبحانه وتعالى. الشام الواحد يدخل به ثلاثة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا عطاء الرب سبحانه وتعالى. يبقى عطاء البشر غير عطاء الرب المعبود سبحانه وتعالى. ما الذي يمنع أن يتساوى في الثواب؟ الدل على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول ابتداء هذا الثواب هذا من فضل رب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أن يوفق العبد إلى عمل
صالح هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. يبقى مجرد الإنسان بيوفق إلى عمل يبقى لابد أن تستشعر فضل الرب سبحانه وتعالى علينا، ما كان ذلك إلا بفضل الله ورحمته. وكذلك قبول العمل هذا لم يكن إلا بفضل الله ورحمته. إن نقول كم الثواب الذي يرتب على العمل، هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى ورحمته. ولذلك كما قال العلماء أن العمل اليسير قد يجاز عليه الإنسان بالثواب الجزيل أكثر من الثواب الذي يعقد على العمل الشاق. يبقى نقول أعمال شاقة، يبقى طاعات نقول مبناها على المشقة، ولكن نقول الثواب الذي يرتب على العمل اليسير أكثر بكثير. نقول ما الذي يحدد الثواب؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على خير أعمالكم أزكى عند ملككم وأرفع في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقهم ويضربوا عنقكم؟ قال: ذكر الله. يبقى نقول انظر إلى فضل الذكر كما يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفع في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قال: ذكر الله. وكذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى انظر إلى طرح الصحابة رضي الله عنهم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلى هذه السورة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كيف رتب الثواب على العمل؟ ده بتقدير الرب سبحانه وتعالى، لا دخل الإنسان في ذلك. وكذلك نقول أن الله تعالى يعطي الثواب الجزيل على العمل اليسير، ونقول هذا ثواب أكثر بكثير من الثواب الذي يؤخذ على العمل الشاق. ده كل ده بفضل الله عز وجل ورحمته. فلذلك قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا يمنع أبدا المساواة، لا يمنع أبدا المساواة أو المماثلة، وفيها الحث والتحفيز على أيضا أن تدل الناس على الخير، أن تدل الناس على الخير. يبقى مش معنى أن الإنسان نقول عاجز عن إتيان هذا الفعل معنى ذلك أنه هو يعني لا ينال الثواب. أن قلت نال الثواب بالنية وأن ترشد الناس إلى فعل الخيرات كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يعقد الثواب للإنسان عجز عن الإتيان بعمل قام به الآخرين؟ قلنا: ما حبسه إلا العذر كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ما سرنا واديا أو شعبا إلا يعني كان معنا هؤلاء القوم شاركونا في الأجر، يعني ما ساروا مسيرا إلا هناك قوم عجزوا عن الإتيان نتيجة ذلك العذر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يثيب هؤلاء القوم كأنهم فعلوا، كأنهم خرجوا أيضا مع القوم. فلذلك من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قلنا يبقى الإنسان يبحث، ومش معنى العجز عن العمل أنك أنت أساسا تتكاسل عن ذلك. يبقى نقول ترشد الناس إلى فعل الخيرات، وإذا أرشدت من فعل هذه الفعلة من أفعال الخيرات فلك ذلك الثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من دل على خير فله مثل أجر فعله. ثم ذكر باب في الهوى. قال في رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم. قال: حبك الشيء يعمي ويصم. قال: أن يجعلك أعمى عن رؤية معائب الشيء المحبوب بحيث لا تبصر فيه عيبا، وجعلك أصم عن سماع قبائحه بحيث لا تسمع فيه كلاما قبيحا لاستيلاء سلطان المحبة على فؤادك. يبقى تنتبه إلى مسألة الهوى، تنتبه إلى مسألة الهوى. وبالتالي حب الإنسان للشيء يبقى على ذلك ممكن يكون فيه مخالفات هيغمد العينين عن ذلك، هيغمد العينين. الهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بناء على قول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى. يبقى نقول الهوى إله يعبد من دون الله. ذلك كان التحذير من اتباع الهوى. نقول هذا التحذير ورد للأكابر، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر المؤمنين من اتباع الهوى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى ننتبه لما يجور الإنسان
نتيجة اتباع الهوى. يبقى الجور ده مبنى على اتباع الإنسان لهوى. لذلك لابد أن نتحكم في الهوى، ولا سبيل لتحكم الإنسان في الهوى إلا من خلال اعتماد نصوص الكتاب والسنة. وينتبه الإنسان، ينتبه دوما الإنسان، فلا تتبع الهوى أن تعدله كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولا تتبع أهواءهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ننتبه كده إلى أن الإنسان بيركب في مركب فيه الهوى، والهوى ده مركوز في فطر الناس، ده مركوز في الفطر عندنا الهوى، وبالتالي على ذلك لا نقوم بنزع أبدا، مش هنستطيع إحنا أن نقوم بنزع، لكن كل المسألة أن إحنا نقيد ذلك الهوى ونكبل الهوى حتى لا نسير خلفا للهوى، ولكن نقول هوانا يسير خلف الكتاب والسنة. لذلك قال حبك الشيء يعمي ويصم، قال أن يجعلك أعمى عن رؤية معائب الشيء المحبوب بحيث لا تبصر فيه عيبا، ويجعلك أصم عن سماع قبائح بحيث لا تسمع فيه كلاما قبيحا، قال استلاء سلطان المحبة على فؤادك. ثم ذكر بعد ذلك باب في الشفاعة، قال باب في الشفاعة، ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا إلي لتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، قال اشفعوا إلي لتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن معاوية رضي الله عنه قال اشفعوا تؤجروا فإني لا أريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، قال اشفعوا تؤجروا. يبقى نقول هذا فيه الدلالة على أيضا فعل الخيرات. يبقى الشفاعة، طبعا الشفاعة فيما ليس بحرام، الشفاعة فيما ليس بحرام، فذكر في هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا إلي لتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يبقى نقول يبقى تشفع لهذا المحتاج عند ذلك الرجل الغني إن كان له حاجة، وبالتالي لكن فيما ليس بحرام. قال اشفعوا تؤجروا، وأن السبب في كده أن السائل قد يأتي ولا يقوى على عرض المسألة، قد يستحي على في عرض المسألة، وبالتالي أنا أعلم مسألة ذلك السائل فأتي إلى ذلك الرجل وأقوم بعرض المسألة، يبقى دي شفاعة، شفاعة لفلان، وبالتالي على ذلك تؤجر. بمجرد الشفاعة يبقى أنت تؤجر بغض النظر قضاء الأمر وعدم قضاء الأمر. قلنا زي الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، ليس ثواب الدعوة موقوف على هداية القوم ولكن على الدعوة لدين الله. نقول الأمر معروف والنهي عن المنكر، يبقى أنت بتأمر معروف تنهى عن المنكر، هناك من استجاب ومن لم يستجب، نقول مجرد أداء الواجب يبقى يرتب لك الثواب، يرتب لك الثواب بغض النظر عن نتيجة الأمر. هنا كذلك اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يبقى سواء يقضى الأمر أو لا يقضى الأمر، كل ما في المسألة اشفعوا تؤجروا، يبقى حيرتب الثواب والأجرة على هذه الشفاعة، ولكن فيما ليس بحرام، فيما ليس بحرام. لذلك إذا عرض المحتاج حاجته عليه فاشفعوا له إلي، فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر، سواء قبلت الشفاعة أم لم تقبل الشفاعة. فلذلك قال وليقضي الله على سن نبيه ما شاء. يبقى نقول يبقى الأجر والثواب يرتب على الشفاعة فيما ليس بحرام، يبقى أنت تقوم بعرض حاجة هذا المحتاج على من سيوفي له ذلك الأمر. نقول إن كان فعلا محتاج وأنت تعلم من حاله، وبالتالي في هذه الحالة يبقى أنت حتؤجر في ذلك، يبقى عقد لك الثواب. نقول بعد ذلك ترى تم قضاء الحاجة أم لم يتم قضاء الحاجة، يبقى ده أمر آخر، يبقى الثواب المرتب لهذا الشفيع لم يعني يترتب أو لم يتوقف ترتب الثواب على قبول هذه الشفاعة. لذلك معاوية رضي الله عنه يقول اشفعوا تؤجروا فإني لا أريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا، يديهم فرصة عشان يعني يتمموا الشفاعة حتى يعقد لهم الثواب. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، وده من فقه الصحابة رضي الله عنه، يبقى بيعطي الفرصة، يبقى بيعطي السعة والفرصة حتى يشفع القوم ليؤجروا بغض النظر عن قضاء هذه المسألة أو قضاء
هذه الحاجة التي شفعوا فيها. لذلك قال اشفعوا تقدروا فإني لأريد الأمر فأؤخره. إما كان بالفرصة عشان القوم يطبقون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بنذكر دوما أن الصحابة رضي الله عنهم نقول سرعة يعني في الاستجابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وصنع في مسألة التطبيق. نقول لعلنا احنا يعني بنعرف روايات كثيرة لكن هذه الروايات نقول روايات يعني مسألة علمية لم تنزل بعد إلى التطبيق والعمل. قلنا كل مسألة يبقى هي عبارة عن علم وعمل. أي مسألة أي نص احنا بنتعلمه من الكتاب والسنة يبقى ده نقول هذا العلم وبالتالي يتوقف هذا الأمر على التطبيق. اقتضاء العلم العمل كما بينا قبل هذا اقتضاء العلم العمل. يبقى المسألة اللي احنا بنتعلمها يبقى بنقوم بتطبيقها. يبقى ما فيش أبدا نص من الكتاب والسنة إلا ان احنا أساسا يبقى علم وعمل. نقول وكأنها لفظة واحدة كأنها لفظة واحدة لفظة متصلة كده غير منفصلة. ما ينفصلش العلم عن العمل لكن اقتضاء العلم العمل. يبقى كل مسألة نتعلمها يبقى الإنسان لابد أن يكون بصيرا بنفسه وبحاله كيف أطبق ذلك الكلام كيف أطبق. يعني نقول نعيش بنفسية الصحابة رضي الله عنه نعيش بنفسية الصحابة رضي الله عنه. انظر إلى معاوية لما استقبل هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على طول الترجمة فكان الأمر يأتي فيؤخر الأمر حتى يعطي الفرصة لشفاعة القوم حتى يؤجروا حتى يؤجروا التطبيق الفوري. فهذه كانت نفسية الصحابة رضي الله عنهم. يبقى كانت نفسية في كيفية استقبال والاستماع والإنصات إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم التطبيق الفوري اعتماد الكلام ده في واقع الحياة يحول على طول إلى نتائج يحول مباشرة. يبقى النص يحول إلى نتائج عند الصحابة رضي الله عنهم. وإحنا بنحتاج أن احنا نستمع إلى نصوص الكتاب والسنة بنفس النفسية التي كان يستمع بها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك في نفسية المستمع أنا دايما ببقى متأهل أن لما أستمع أطبق. يبقى بستمع كده نقول يبقى خانة التنفيذ يبقى أيضا ليست مغلقة ليست مغلقة ولكن نقول استقبال ثم يكون التنفيذ. وده كان حال الصحابة رضي الله عنه. كما بينا قبل ذلك كيف كانوا يتعلمون القرآن. يبقى كانوا بتعلموا يعني 10 آيات وبالتالي يعلمون ما فيها من علم ثم يطبقون. فقالوا تعلمنا القرآن والعلم والعمل. يبقى ده حال الصحابة. ما نصوص الكتاب والسنة دي من أجل التطبيق وإحنا حنجازى عند الله عز وجل على التطبيق. حنجازى عند الله تبارك وتعالى على التطبيق. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. حنجازى عن طريق العمل. العمل بتاعنا يبقى لازم يكون موافق للكتاب والسنة. فإحنا بننظر النصوص وبننظر كده إلى كيفية التطبيق. فانظر إلى الحال كما قال معاوية رضي الله عنه قال اشفعت أجره ثم بين المسألة فإني لأريد الأمر فأوخره لكيما تشفعوا فتؤجروا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. وقلنا الشفاعة فيما ليس بحرام. الشفاعة فيما ليس بحرام. ثم ذكر ذلك باب آخر في الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب. لما نرسل رسالة إلى أحد الناس يا ترى الكتاب يعني أبدأ بكتابة اسمي أولا في البداية ولا إمتى بكتب الاسم. احنا تعودنا كده في الآخر نقول المرسل فلان مرسل فلان. لكن حتى السنة تتكلم في مسألة إرسال الرسالة يا ترى أين أضع ذلك الاسم. هل في بداية الرسالة ولا في نهاية الرسالة. فبوب أبو داود رحمه الله قال باب في الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب. والباب التالي أيضا قال باب كيف يكتب إلى الذمي. باب كيف يكتب إلى الذمي. ذكر في رواية عن بعض ولد العلاء أن العلاء الحضرمي رضي الله عنه كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. كذلك أيضا في رواية عن علاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه. قال فبدأ باسمه. ونقول المسألة فيها إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة معلوم تبجيل الصحابة
رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع أيضا الصحابة رضي الله عنهم لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كتب إليه فبدأ بنفسه، يبقى كتب العلي بن الحضرمي للنبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بنفسه. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، إذا ده تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم أن الكاتب يبدأ بنفسه أولا من فلان إلى فلان. لذلك نقول أن أبا داود رحمه الله بوب الباب التالي، باب كيف يكتب إلى الذمي، يبقى الأمر ده هيتأكد خاصة لما نكتب إلى الذمي. اسم الذمي لا يعلو على اسم المسلم، يبقى الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يبقى نقول خاصة للمسألة دي حتراعى لما تكتب رسالة إلى الذمين إلى أهل الكتاب، فعلى ذلك لا تدع اسم أهل الكتاب يعلو على اسمك كمسلم، اسم المسلم أعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلذلك عقد هذه الترجمة كيف يكتب إلى الذمين، وذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل فقال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. وقال ابن يحيى عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره قال: فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. فيبقى خاصة لما نكتب رسالة أو كتاب إلى ذمي أو إلى آل كتاب أو إلى نقول من لم يكن على ملة الإسلام، يبقى تبدأ باسمك، يبقى نبدأ باسمي أولا، فنقول اسم الكافر لا يعلو على اسم المسلم، الإسلام يعلو ولا يعلى. انظر إلى مراعاة هذه الأمور وإرشاد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الكتابة إلى الذمي أو إلى آل كتاب أو غير ذلك. فلذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هرقل فقال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. ثم باقي الرسالة، الشاهد من كده كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبر بذلك لما قال: فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. هنكتب بعد كده جوهر الرسالة، أصل الرسالة، يبقى أما بعد. فعلى ذلك يبقى كان التوجيه الأول أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعلى، اسم هرقل هو الأدنى، وده يؤخذ منه أن اسم المسلم يبقى هو الأعلى، خاصة لما يكتب إلى يعني أحد أهل الكتاب أو إلى أحد الوثنيين أو غير ذلك. فاسم المسلم لا يعلى عليه اسم ذلك الكافر مهما كان، يعني مهما كانت منزلة هذا الكافر عند قومه. فعلى ذلك يبقى من فلان إلى فلان، من فلان إلى فلان، قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. ونقول عظيم الروم هو عظيم عندهم، لكن هذا ليس من باب تعظيم الكافر. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقول للمنافق يا سيد، فلا تعظيم للمنافق وكذلك لا تعظيم للكافر، ولكن نقول هذا لقب عندهم، هذا مكان عندهم، هذا لقب عندهم. فلذلك قال: من محمد الرسول رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، هرقل، فقال ده اسم علم لملك الروم. وفي ذلك الوقت وقيصر أيضا لقب لجميع أيضا ملك الروم، فيبقى ده ألقاب أساسا، ألقاب. فقال كلاهما واحد، عظيم الروم، يبقى قال بدل أو بيان، يبقى إلى هرقل عظيم الروم، أو نقول اللي هو قيصر، ونقول عظيم الروم عظيم عندهم، هو أي هو رئيسهم يعني، يبقى هرقل عظيم الروم، أو نقول رئيس ولاء القوم. فلكن ده كلمة أساسا عندهم كلقب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. طبعا لا يجوز أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام، لكن سلام على من اتبع الهدى، السلام يختص بالمسلمين.
المسلمين. لا نبدأ أهل الكتاب بالسلام، لكن هنا قال سلام على من اتبع الهدى، في إشارة أنه لا يجوز ابتداء بالسلام لغير أهل الإسلام إلا على طريق كناية. يبقى سلام على من اتبع الهدى، يبقى السلام على كل إنسان مسلم، أما غير المسلم فلا نبدأ بالسلام. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في بر الوالدين. قال باب في بر الوالدين، ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يبقى على ذلك نقول هذه يعني يكافئ هذا الولد والده لو رآه في الرق، يبقى مملوك ورآه كعبد أو في الرق، ماذا يفعل؟ يسعى إلى فكاك رقب ذلك الأب من العتق ومن الرق. قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يبقى نقول لزاما عليه، زي بالضبط كده لزاما على المسلمين فكاك الأسير كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون تحت الكافر فيفتنه. فكذلك أيضا إذا وجد الولد والده في الرق يبقى يسعى إلى فكاكه بيشتريه، وطبعا مجرد ما بيشتريه بيعتق مباشرة على الولد، احتاجش إلى عتق، ولكن مجرد أن الولد بيشتري أباه يعتق مباشرة عليه، يعتق مباشرة غير مسألة العتق، تشتري هذا العبد أو هذا الرقيق وتقوم بعتقه، لكن نقول هو بمجرد أنه هو ملك هذا الأرض فهو عتيق مباشرة. وبالتالي من بر الوالدين إن هو أن يسعى في فكاك رقب ذلك الأب إن وقع في الأسر أو كان رقيقا. ذكر أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما أن يطلق هذه المرأة بناء على مطلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها، قال فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. وطبعا يعني حنقوله عمر رضي الله عنه مش متحكم في الهوى، يعني كحال إبراهيم عليه السلام لما قال أنه أساسا امسك العتبة، يعني نقول حل هذه العتبة، يبقى على ذلك كذلك عمر لا تظن أنه صاحب هوى، أنه صاحب هوى، ولكن نقول أنه يعني كان يكره هذه المرأة، وبالتالي قال لابنه طلق هذه المرأة، فأبى ابن عمر غاية لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيش مجاملة، احنا قلنا الكلام ده مفيهوش مجاملة، يعني نقول الله ده كانت مجاملة، لا، يعني عمر ليس صاحب هوى، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يقوم بتطليق المرأة بناء على مطلب عمر الخطاب رضي الله عنه، هذه أمور مشروعة، هذه أمور شرعية وأمور مشروعة، وبالتالي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتطليقها برا لوالديه، برا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. كذلك أيضا ذكر في رواية عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل وعنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منع شجاعا أقرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل يا رسول الله من أبر، من أحق الناس بحسن الصحبة أو بابتداء البر الأب من الأم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. لذلك نقول أن الأم لها ثلاث أرباع البر، الأم لها ثلاث أرباع البر والأب له الربع الأخير. فعلى ذلك قدم الأم في مسألة البر، يبقى قدم الأم في مسألة البر، فلذلك قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم
أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه. يبقى قال: لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. قال: شجاعا أقرع، يبقى من فضل المال اللي هو فضل عن حاجته. وبالتالي يبقى قال: يسأل رجل مولاه من فضل، يبقى سأل هذا القريب قريبه من فضل ماله إن كان في عوز وحاجة، يبقى هذا الرجل نقول في عوز وحاجة، فسأل هذا القريب الغني من فضل ذلك المال. قلنا طبعا الأصل الإنسان بيأخذ الحاجة فما فضل عن حاجته، يبقى فما فضل عن حاجته، فده مال فاضل عن حاجته. فإن سأله ذلك القريب لعوز وحاجة، لو منع ذلك الفضل هيمثل له شجاعا أقرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمثل له شجاعا أقرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: الأقرع الذي ذهب شعر رأسي من السم. يبقى قال: ذا شجاع أقرع. قال: الشجاع والحية، والأقرع والذي انحصر الشعر من رأسي من كثرة سمي، من كثرة السموم. يبقى نقول هو أقرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فسر العلماء فقال أبو داود: الأقرع الذي ذهب شعر رأسي من السم، من كثرة السم، سم هذه الحية ذهب شعره. فعلى ذلك يبقى حيمثل هذا الفضل شجاع أقرع، وبالتالي نقول ان هو كان واجب عليه ان يقوم ببذل هذا الفضل. نقول لان الانسان لا يعاقب الا على تقصيره في واجب او لفعله لمعصيه، فلما منع الفضل هيمثل له ذلك الفضل شجاع اقرع، يبقى يمثل له ويعذب بذلك. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حث القوم ان يقوم ببذل الفضل، أن يقوم ببذل الفضل، هو خير لك إن تبذل الفضل فهو خير لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: لا يسأل رجل مولاه، يبقى لو يسأل هذا قريب قريبا له، له مال من فضل وعنده، يبقى ده فضل مال عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن كليب بن منفع عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورحما موصولا، أو أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولا. فأيضا رتب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة البر، يبقى نبدأ بمين؟ يبقى كما قال في مسألة النفقة: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يبقى فيها نقول ازاي نبدأ، ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أبدأ بمين في النفقة؟ أبدأ بنفسي، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مسألة البر يبقى لها أيضا ترتيب، لا ترتيب، هذه الأم وبعد كده الأب، الأخت، الأخ، والقريب بعد ذلك الذي يلي ذلك، يبقى الأقرب فالأقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة لها ترتيب، يبقى حتى في بذل ذلك البر بمن نبدأ؟ يبقى دي حقوق، يبقى هذه حقوق. قلنا حتى لو كان يعني هذا الأمر يستوفي الجميع، لكن لها أيضا ترتيب، لها أيضا ترتيب. يبقى الأم أولا، ثم الأب، ثم الأخت، ثم الأخ، ثم الأقرب فالأقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حقا واجبا ورحما موصولا. يبقى طبعا كلها هذه حقوق واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبها بنصل الرحم، وبها بنصل الرحم. وطبعا هنا وصل الرحم ده أمر مطلوب رغب فيه الشرع، وعاقب ربنا سبحانه وتعالى على قاطع الرحم. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن ينعل الرجل والديه، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. يبقى نقول حيتسبب في سب الأب أو الأم
أو حيتسبب في الانتقاص من شأن الأب والأم. وبالتالي نقول مسألة يبقى كيف بيتم هذا الأمر كما فسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. يبقى كأنه هو اللي باشر اللعنة، نقول كأنه هو اللي باشر سب أو شتم الأب أو الأم. نقول على الرغم أنه هو لم يقم بشتم ولا سب الأب ولا الأم، ولكن نقول هو كان متسببا في ذلك، وكان متسببا في ذلك. لذلك قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل رسول الله: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أبا. يبقى لما بتسب فلان ده بأبيه هو حيرد عليك السب، وحنسب فلان بأمي حيرد عليك السب. فكأنك بشرت أنت الأمر بالضبط. يبقى كأنك أنت، لأن أنت كنت المتسبب، يبقى كنت المتسبب في ذلك. فلذلك قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. ونقول إن دي كلها في مسائل المزاح بين الناس، السب والشتم ده في مسائل المزاح بين الناس، لا يكون إلا بالسب والشتم. ودي دلالة عندهم يعني على التلطف وعلى حسن المودة بينهم. يبقى كأن من شدة الصداقة والمودة بينهم، يبقى نقول على ذلك يبقى المزاح بسب الأب والأم. نقول على ذلك أن نقول يا فطر منكوسة، يعني دي فطر منكوسة، بيظن أن دي بقى نوع من أنواع التعبير عن المحبة والصداقة، وشدة المحبة والمودة يبقى يكون بالسب أو بالشتم. فعلى ذلك الإنسان ينتبه، وإلا هذا من أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك: والله إحنا النية صافية والمقصد فيها كذا. فاش مقصد دي؟ فاش مقاصد؟ ده كلام صريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أكبر الكبائر. يقول: والله إنما العمل بالنيات. فاش مقصد دي؟ ده بيان صريح أهو من النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سيد مالك بن ربيعة السعدي قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال رسول الله: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ذلك الرجل وقال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ بنظن أن البر ينقطع بعد الموت، فنقول: لا، ده البر ما زال متصلا. قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. دايما كده تلازم وتستمر وتستديم في طلب الرحمة والمغفرة للوالدين، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دي مش مقيدة بمسألة الحياة، ولكن طلب الرحمة والاستغفار دوما للأبوين، وده من بر الوالدين، يعني هذا حق الوالدين، مش هنعمله ان احنا كنافلة، هذا ليس بنافلة، ده حق الوالدين، وده بر الوالدين بعد موتهما كما قال وكما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فما تظنش ان انت بتعمل كده ده يعني شيء نافلة، لا، هذا ليس نافلة، ده واجب، حق أساسا، حق الوالدين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى هذا ما قال لنا ربنا سبحانه، وهذا ما فسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهما أي الدعاء لهما واستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. يبقى كل ده من بر الوالدين، هذا من بر الوالدين من بعد موتهم، من بعد موتهم. يبقى نقول بر الوالدين مش هيبقى مقيد بمسألة الحياة، في مسألة الحياة لها صور، وبعد الموت أيضا لها صور. يبقى نقول في مسألة الحياة لها صور، وبعد الحياة يبقى أيضا لها صور، بعد الحياة لها صور. ما تظنش ان بر الوالدين هينقطع بموت الوالدين، لا، ده هو ما زال مستمرا. وبالتالي معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: منها ولد صالح يدعو له، ونقول ان صلاح الابناء بيوضع في موازين الاباء. يبقى صلاح الابناء، يبقى كل عمل صالح بيفعله ذلك الولد فيوضع في ميزان
الآباء، نوضع في ميزان الآباء. فبدا نقول عمل ممتد، هذا عمل ممتد. يبقى إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا كما قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي، بعد أن يولي. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه، يبقى أصدقائه صلة الرحم، أهل مودته ومحبته وصلة الرحم بعد أن يولي، بعد موته، بعد موته. قال فيه أيضا يندب صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم أيضا بعد موته، فيها يندب صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم بعد موته. يبقى دي صورة من صور بر الوالدين. احنا لما بنيجي نتكلم عن بر الوالدين قلنا اي طاعة من الطاعات لابد ان احنا يكون لنا تصور واضح لكيفية التطبيق. القضية دايما احنا بناخد الامر مجمل كده، وبالتالي يعني ما بننتبهش الى الوقوف اولا على مظاهر التطبيق. اي امر لازم نقف على مظاهر وصور التطبيق، قلنا حتى لا يخل العمل، حتى لا يخل، كما بينا قبل هذه مسألة الاحسان، في مسألة الاحسان ان الله كتب الاحسان على كل شيء، يبقى لابد ده خلق اساسا، خلق الاحسان. قلنا لو انا ما عنديش تصور واضح لمظاهر التطبيق هنجد يختل الامر. انا اظن ان يبقى يظن الانسان في نفسه انه من المحسنين، هو يظن في نفسه ويظن هو بيمارس الاحسان، وبالتالي لكن اقول لك هل يا ترى انت رايت الاول كده حددت الصور مظاهر التطبيق، يبقى صور تطبيق الاحسان. قلنا ان لم يكن عندنا تصور واضح فهيختل الامر حتى لو ظن الانسان في نفسه انه يقوم بهذا الامر. كيف تدعي انك تقوم بالامر وانت ليس عندك صوره واضحه لمظاهر التطبيق؟ ولذلك بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، ان الله كتب الاحسان على كل شيء، وبالتالي ذكر لنا بعض الصور. قال فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. قلنا لو وقفت الروايه عند ذلك يبقى نقول عند القتل احسن القتلة وعند الذبح احسن الذبحة، لكن نقول بين لنا الاحسان، احسان الذبحة ازاي؟ يبقى نقول هتحد الشفرة وتريح الذبيحة، يبقى ده الاحسان، احسان في التطبيق، يبقى ده في التطبيق. والا ممكن الانسان يتخيل الامر، لا هنجد التطبيق، يعني نجد التطبيق. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا احدهما او كلاهما وقال ربك الا تعبدوا الا اياه والوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربنا صغيرا. دي صورة مظهر لتطبيق الإحسان مع الوالدين، يبقى صورة ومظهر لتطبيق الإحسان مع الوالدين. يبقى الإنسان كده إذا نادى عليك الأب، إذا نادى عليك الأم، يبقى نقول على ذلك لا تتكلم بصورة مستنكرة، يبقى تكون الإجابة إجابة فيها لين، فيها شفقة، فيها رحمة، وفيها نقول يبقى يعني كيف نظر التذلل بين الوالدين، يبقى بخفض الصوت، يعني بخفض الصوت، لا يعلو ذلك الصوت، لا يعلو الصوت. يبقى نقول دي صور، صور الإحسان. يبقى لو أنا ما عنديش تصور واضح هيختل الأمر تماما، بيختل الأمر تماما. لذلك كما يبقى سورة البر الوالدين، يبقى عايزين احنا والله بالوالدين احسانا، خلي ده هدف عندنا بالوالدين احسانا. اطبق الكلام ده ازاي؟ يبقى حال الحياه حال الموت. حال الحياه يبقى نقول في اعمال، هذه اعمال قد هتنقطع بعد الموت، لكن بر الوالدين ما زال مستمر بعد. صورته ازاي؟ كما اشار لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الروايه الاولى الصلاة عليهما والاستغفار لهما، انفذوا عهدهما من بعدهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، إكرام صديقهما. وفي الأخرى إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه، محبته ومودته بعد أن يولي، بعد موته، يبقى بعد موته. يبقى هذه صورة من صور البر كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.